دخول قرار إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض حيز التنفيذ. المنظورون يتساءلون والكنام تصرح بنقص في السيولة. لقاء حاسم اليوم بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، وزيادة في أجور القطاع العام والمفاوضات المعطلة في القطاع الخاص في صدارة الملفات. مع انطلاق الاستشارة الوطنية حول الوظيفة العمومية، الإعلان عن الإبقاء على عطلة يوم السبت والشروع في دراسة التمديد في عطلة الأمومة بشهر. نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم. تبدأ اليوم الصيدليات الخاصة في تنفيذ قرار إنهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قرار جاء بعد أخذ ورد بين الطرفين ولم يفضي إلى حل فيما يتعلق بالديون المتخلدة بذمة الكنام لفائدة الصيادلة والتي بلغت قيمتها 50 مليون دينار. في الروبورتاج التالي رصد لردود فعل عدد من المواطنين حول هذا الإجراء. السجال الكبير ارتفع على بعض المواطنين الأجنبيين اليوم وهم يواجهون في الصيدليات الخاصة بحقيقة وقف علاقة تعاقد بين مزودي المواطن التونسي بالدواء وصندوق التأمين على المرض، على خلفية عجز الصندوق عن خلاص ديونه مع صيادلة، وهي ديون تقدر بخمسين مليار من المليمات. قلت جيت باش ناخذ الانسولين نتاعي اللي هما السيلويت ونزرق الرابيد نتاع 24 ساعه، قالت لي لي انترديت ما عادش نعطي. شنو عندها حتى دواء؟ هيك وزي قص ونحو جملو كاو نحو سينا سياسه ونحو كل شيء يخلونا كيك وكاو. بحس ياسر المواطن قاعد ما نعرفش ممسوس ياسر مسخطو من ناحيه هكا الدواء. المعنيون طلبوا بحلول سريعة للوضع الذي سيؤثر تأثيرا جد سلبي على المصابين بالأمراض المزمنة خاصة. الناس معاقين والناس فهمتني عندهم أمراض مزمنة والناس فهمتني الدواء يعطوهم حقهم. يقصوا عليا وعلى راجلي أنا زوت، علاش نيا ذنبي أنا ما ناخذش الدواء، نحب نشوف حل. المتعاملون مع المرضى مباشرة في الصيدليات رأوا في الوضع الجديد حرجا كبيرا لهم يؤثر على علاقتهم بحرفائهم. ليون الباسيون باش يتقلق ومش باش يفهم، احنا حدا ساعات كي نقولوا دواء مقطوع معناها يفهموها صعيبه وعلاش وكيفاه والواي، معناتها خلي باش نقول لهم توا لو سامحني ما عادش باش نبيعوا لكم. يعني مش حاجه سهله باش تجي الكليون تقول له راهو ما نجمش نعطيك الدواء، دواء اون بلوس هذا ما نجمش، ما تلقاش حتى حل. وأمام غموض الوضع بين صندوق التأمين على المرض والصندوقين الاجتماعيين، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار عجز هذين الأخيرين عن سداد مستحقات الصندوق الأول لديهما، وهو المسؤول عن تعويض المرضى التونسيين عن نسبة من معاليم الدواء، فإن تعليق الصيادلة التعامل بالمنظومات المتعارف عليها مع الكنام يبدو أزمة ستستحوذ على المشهد الصحي في تونس في انتظار حلول ليست تلوح بعد في الأفق. وقد أفاد المكلف بالإعلام والمسؤول عن ملف التأمينات والدواء بالصندوق يونس بن نجمة أن صندوق التأمين على المرض يعاني حاليا من نقص في السيولة، وهو ما أخر أجل إرجاع مصاريف العلاج وخلاص مزودي الخدمات الصحية. وبين بن نجمة أن النقص في الموارد ليس مرتبطا بالكنام بحد ذاته، بل بسبب تأخر سداد وتحويل المساهمات من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. لقاء حاسم يجمع اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للتباحث في الوضع العام في البلاد ومناقشة استئناف المفاوضات المعطلة في القطاع الخاص وموقف الحكومة من زيادة الأجور في القطاع العام للسنوات المقبلة، خصوصا بعد رفض المنظمة النقابية لمشروع الشاهد لحل الأزمة الاقتصادية في تونس. وكان رئيس الحكومة قد صرح في وقت سابق نيته إرجاع الزيادات في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2019، مقترح اعتبره الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إلغاء للمفاوضات وليس تأجيلا لها.
ومن بين القرارات التي أسفرت عنها زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الجزائر رفع الضريبة المفروضة على العربات الجزائرية لدى مغادرتها التراب التونسي، مع التأكيد على دعم التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية. أخيرا تم إنهاء الجدل الحاصل بخصوص الضريبة المفروضة على العربات الجزائرية لدى مغادرتها التراب التونسي إثر تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الجزائر، قال خلاله إنه تقرر إلغاؤها بعد أن أحدثت حسب تعبيره نوعا من التململ في صفوف الجزائريين، مضيفا أنه أبلغ المسؤولين الجزائريين بهذا القرار. فعلا يعني قررنا إلغاء هذا المعلوم لأنه يعني الشعب الجزائري تعرفوا التعاطف الكبير مع تونس، ودرسنا الموضوع هذا بدقة وأدرجناه في قانون المالية لـ 2017، وقررنا إلغاء هذه الضريبة، وهذا خلف ارتياح كبير في الجزائر. تعرفوا السياح الجزائريين ولاو تقريب وجيتهم معناها أكبر عدد سياح في تونس، إن شاء الله نتجاوزوا 1,500,000 سائح في 2016. سياحي 2016 مع عدد الجزائريين ممكن في آخر سنة يوصل إلى 1,500,000 سائح جزائري، أكثر من كل دولة في العالم. هذه حقيقة التضامن الجزائري التونسي. ووصف الشاهد المباحثات التي جمعته أمس بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال ووفد من الحكومة الجزائرية بالممتازة، مبينا أنه تم التطرق خلالها إلى عديد المواضيع بكل صراحة، حيث تم مناقشة مدى تقدم التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الأمني، لا سيما فيما يتصل بمكافحة الإرهاب ومقاومة المجموعات الإرهابية. وقد أعرب يوسف الشاهد عن ارتياحه لما سجله من توافق كبير بين الطرفين في هذا الجانب. العلاقات الاقتصادية والتجارية حازت أيضا نصيبا مهما في هذه المشاورات، عبر النظر في إرساء رؤية استراتيجية اقتصادية كاملة ومشتركة تشمل بالخصوص القطاعين الصناعي والتجاري بهدف اكتساح الأسواق الإفريقية من خلال بعث هيكل بكل من الجزائر وتونس يعنى بتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الاتجاه. حرية التنقل بين البلدين وحرية العمل والإقامة كانت أيضا من بين المسائل الشائكة التي تم التطرق إليها، والتأكيد على ضرورة الالتقاء بالعلاقات الاستثنائية التي تربط بينهما إلى مستوى أرفع من خلال تفعيل العديد من الاتفاقيات المبرمة ودعم وتنويع مجالات الشراكة. انطلقت اليوم أشغال الاستشارة الوطنية حول إصلاح الوظيفة العمومية، استشارة ستتم بمشاركة الأطراف الاجتماعية وبعض الأحزاب السياسية بهدف تحديد الملامح العامة لإصلاح الوظيفة العمومية، والذي سيكون محل استشارات إقليمية ستتوج بندوة وطنية. يقر بعض المشرفين على قطاع الوظيفة العمومية بأن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإجراء إصلاحات على القطاع، وذلك عبر البدء في استشارة وطنية في الغرض تشارك فيها الهيئات والمنظمات الاجتماعية وبعض الأحزاب السياسية، وذلك بغية محاربة الفساد والتأسيس لمبدأ الشفافية. وضع الحالي لقطاع الوظيفة العمومية هو انعكاس لمسارات سابقة. اليوم قطاع الوظيفة العمومية وقطاع الإدارة بشكل عام معناتها إذا ما يتصلحش بتحديد أهداف معينة سيظل منفذ للفساد، سيظل منفذ للتدخل. إصلاح قطاع الوظيفة العمومية سيشمل إدخال مراجعات على الإدارة وموضوع التكوين ورسكلة، وإجراء إصلاحات على القانون العام للوظيفة العمومية، من بينها التفكير في التمديد في عطلة الأمومة وعدم إلغاء عطلة يوم السبت. عطلة الأمومة قاعدين نفكروا حاليا وأنه ربما مش نزيدوا شهر في عطلة الأمومة، نصف شهر قبل ما تخرج في العطلة ونصف شهر من بعد مارست مش يبقى عطلة، لكن ربما قاعدين نفكروا في آلية من الآليات كيفاش وأنه المرفق العمومي يبدأ متواصل في نهاية الأسبوع. الاستشارة الوطنية حول إصلاح قطاع الوظيفة العمومية ستتخللها استشارات إقليمية تتوج بندوة وطنية تختزل محاور إصلاح هذا القطاع. نشرتنا متواصلة وفي صفحاتها العالمية بعد قليل. المرشحان في سباق الرئاسة الأمريكية يتبادلان الاتهامات في ثاني مناظرة بينهما.
ولكن قبل ذلك وفي الشأن الأمني الوطني، أجهضت قوات الأمن الوطني بخمودة من ولاية القصرين اليوم محاولة استهداف مركز الحرس الوطني بالمنطقة من قبل مجموعة إرهابية. وحسب ما أفادت به وزارة الداخلية، فإن أعوان مركز الحرس تصدوا على الساعة 3 من صباح اليوم لمحاولة استهداف من قبل مجموعة إرهابية مجهولة العدد بعد أن بادروا بإطلاق النار صوبها، مؤكدة أن المجموعة تعمدت الرد بإطلاق عيارات نارية باتجاه أعوان الحرس الوطني قبل أن تلوذ بالفرار باتجاه جبل سمامة، ولم تسفر العملية عن أي إصابات أو أضرار في صفوف الأعوان. في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوزاري للتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد لدول الحوار 5+5 لسنة 2017 بتونس، انتظمت الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للتعليم العالي والبحث والتجديد لدول حوار 5+5 بحضور ممثلين عن الدول العشرة بالإضافة إلى تونس البلد المنظم، وممثلين عن اتحاد المغرب العربي والمفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار تقديم مشاريع مشتركة للبرامج الأوروبية في أفق 2020. من بين المشاريع المطروحة الآن هي مسألة فتح المنشآت البحث من مناطق بالشمال وكذلك مناطق بالجنوب للباحثين حتى أن هم يستفيدوا من المنشآت البحثية، وبعث مشاريع مشتركة معنا بين البلدان حوار 5+5. كذلك ثم في حاجات اللي هي تتعلق بحركية الباحثين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، هذا معناها مشروع اللي هو يخص طبعا الحوار 5+5 في بعث مشروع ممول من البلدان المشاركة وكذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. مجال البحث العلمي يجب أولا يعني وقبل كل شيء نعرف ما هي لي بيزوان، يعني ما هي لي بيزوان الحاجيات تاع البلد شقيق تونس والجزائر حتى يتعرفوا، وثانيا لازم نعرفوا القدرات الموجوده في تونس وفي الجزائر من اجل النهوض بالمنطقه ومن اجل كذلك رفع التحديات التي تعتبر تحديات للمنطقه، وهي تتمثل في تحديات المياه والطاقه والمناخ. في موضوع آخر، يواجه فرع الاتحاد التونسي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمعتمدية سبيتلا يواجه إشكاليات بالجملة، لعل أبرزها قلة الإمكانات لدعم تأهيل الوافدين عليها. كاميرا الأخبار رصدت بعض النقائص بهذا الفرع. يحتاج هذا الطفل إلى رعاية وتأهيل خاصين حتى يتمكن من اكتساب بعض المهارات التي قد تساعده على الاندماج في الحياة الاجتماعية رغم إعاقته الذهنية، ولكن هنا بفرع الاتحاد التونسي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بسبيتلا تتغير المعطيات ويفرض الواقع ظروفا غير مناسبة للتربية المختصة لمثل هذه الفئة من الأطفال. مشكليت لهنا مع التلامذة، ما عنيش إمكانيات باش نخدموا معاهم، ما عنيش أدوات باش نخدموا معاهم. إشكاليات بالجملة يشهدها فرع الاتحاد التونسي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بسبيتلا، الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى التأهيل وطريقة عمل المربين. أنا شوفها مشيت الدورة خاطر كانت الجمعية 2004 و2005، فما تكوين بتاع الصغار يتكونوا جبس جلد خياطة، كي بدت الدورة كهكا الأولياء الكل بدوا يجبدوا في صغارهم. لحتى 2012 الدولة ما عادش تصب حتى ميزانية له، باهي ولا قاعدين من 2012 حتى للوقت هذا نسير فيها هنا بفلوسينا. باهي ولا وهذه كله بثباتات، يعني انه حتى الدوله تعرف الشيء هذا. رئيس وحده النهوض بالاشخاص المعوقين بالاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بالقصرين اكد ان الاشكال يتلخص في اختلاف وجهات النظر بين المربين والهيئه المسيره للفرع. وحبنا يتواصل العمل ويبقى المركز محلول للصغيرات ويبقوا المربيات يقروا ويبقوا ومن بعده الاشكاليه اللي موجوده ما بين الهيئه واللي درم بعدها على مصير التلامذة وعلى مستقبل التلامذة. هذا اللي حاولنا بلغنا إدارتنا الوزارة والإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بكل ما حصل في الموضوع، وحاليا قاعدين نتابع وقاعدين نحاول نذلوا الصعوبات منه ومنه ونقربوا في وجهات النظر.
وحتى تتوافق الرؤى بما فيه مصلحة للجميع تبقى مراعاة مصلحة الوافدين من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من أوكد الأولويات لكل الأطراف المعنية من سلطة محلية ومركزية. جولة في أخبارنا العربية والدولية نبدأها بالشأن الليبي، حيث تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية من اختراق آخر جيوب المسلحين الإرهابيين في مدينة سرت. وقال المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة إن القوات تمكنت من التسلل إلى الجيب الذي تحصن فيه آخر مسلحي التنظيم وعزلتهم إلى مجموعتين، ما ينذر بانتهاء قرب المعركة في سرت على حد قوله. وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة بغارات جوية أمريكية بدأت في 12 من مايو الماضي حملتها العسكرية على الإرهابيين في سرت. أفاد متحدث باسم البحرية الأمريكية بأن هجوماً فاشلاً بصاروخين استهدف مدمرة أمريكية أمسي وتم تنفيذه من الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاتلين الحوثيين في اليمن، مضيفاً أن المدمرة استخدمت أنظمة للتشويش والحماية مباشرة بعد إطلاق الصاروخ الأول. وقد نفى الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم مؤكدين أن قواتهم لم تستهدف أي سفينة قبالة السواحل اليمنية. إذن على وقع الفضائح والاتهامات، جرت مساء أمس المناظرة الثانية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، مناظرة تأتي قبل نحو شهر من موعد إجراء هذه الانتخابات. أنا أحترم أولاده، أولاده متمكنون للغاية، وأعتقد أن هذا يقول الكثير عن دونالد ترامب. إنها لا تنسحب ولا تستسلم، وأنا أقدر ذلك كثيرا. إنها مقاتلة، وأنا أعتبر هذه سمة جيدة للغاية. هذه التصريحات الودية التي جاءت في نهاية المناظرة الثانية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون لم تخفي حدة الاتهامات المتبادلة بين المتنافسين طيلة ردهات المناظرة، حتى أن المتناظرين لم يتصافحا كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات في بداية اللقاء. المناظرة كانت حربا كلامية استبيحت فيها كل الأسلحة، التصريحات والمواقف والعائلة. فقد قالت كلينتون إن تصريحات ترامب المهينة للمرأة تظهر أنه لا يصلح للرئاسة، مؤكدة أنه لم يعتذر مطلقا عما قاله عن السود والمسلمين واللاتينيين والمهاجرين وأسر الحرب. من جهته توعد ترامب منافسته بالسجن لأنها استخدمت بريدا خاصا أثناء توليها وزارة الخارجية، مهاجما زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون بسبب أسلوب معاملته للنساء. وقد استمرت نبرة المواجهة التي سادت المناظرة الأولى في هذا اللقاء، حيث تبادل ترامب وكلينتون الإهانات في الوقت الذي يواجه فيه المرشح الجمهوري عاصفة هجوم سياسي خرط فيها قادة من حزبه بسبب تسريب تسجيل له تحدث فيه بلغة بذيئة عن النساء. واتهمت كلينتون روسيا بدعم ترامب عبر محاولة ترجيح كفته في السباق الرئاسي من خلال سلسلة قرصنة إلكترونية، مشيرة إلى أن موسكو لا تهتم بمحاربة تنظيم الدولة الإرهابي بقدر ما تسعى لإبقاء نظام الأسد. ترامب رفض هذا الموقف معتبرا أنه من المهم أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية علاقة جيدة مع الروس، كما لمح إلى وقوف كلينتون ورئيس أوباما وراء ظهور تنظيم الدولة الإرهابي حينما أخرج القوات الأمريكية من العراق. كما اشتبك ترامب وكلينتون بشأن سلسلة من القضايا الرئيسية خلال المناظرة، من بينها الضرائب والرعاية الصحية والسياسة الأمريكية. تصريحات عدائية من هذا الطرف ومن ذاك اختزلت تصاعد وتيرة المنافسة بينهما، وذلك قبل أقل من شهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انتصارا ثمينا بهدفين دون رد أمام ضيفه منتخب غينيا في الجولة الافتتاحية على درب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك في اللقاء الذي جمعهما عشية أمس بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وكان أيمن عبد النور افتتح التسجيل من رأسية في الدقيقة 59 قبل أن يضيف مواطنه أنيس بن احتيرة الهدف الثاني، ليتقاسم المنتخب الوطني بهذه النتيجة صدارة مجموعته الأولى بفارق الأهداف خلف منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز على ليبيا برباعية نظيفة.
Dans l'ensemble, moi j'ai une grande satisfaction. D'abord, satisfaction de la part de mes joueurs, c'est qu'ils étaient sur le terrain au départ. سواء منهم من خاض اللقاء كأساسي أو حتى من كان بديلا في شوط المباراة الثاني، وأخص بالذكر هنا اللاعب أنيس بن حتيرة الذي أحرز هدفا رائعا من هجمة متقنة. إذن فكل شيء بات الآن أفضل من حيث المردود والحضور الذهني للاعبين أو الطريقة التي انتزعنا من خلالها نقاط الفوز في هذه المباراة. Et moi personnellement j'étais satisfait par la manière aussi qu'on a géré ces matchs. ما دخلناش كوم الفو في الماتش، دخلنا شويه صعوبات، مي الحمد لله في الدوزيام ميتون عرفنا نجسموا اول فرصه تجينا، ماركي عبد النور وبعد قتلنا طرح بالبونتو الثاني. الحمد لله اهم حاجه في الماتش هذا 3 بوان اللي باش نبداو بهم ان شاء الله الانطلاق للكوب دو مون ان شاء الله. اليوم بدينا بثلاث نقاط نتاعنا وان شاء الله نكملوا هكا، فما معناها مازال برشا مباريات اخرين هامين، نعرفوا اللي الماتش الجاي باش يكون كونتر ليبيا يكون سهل، كان ناخذ زاد ثلاث نقاط نتاعنا نسميه ان شاء الله نعملوا حاجه، معناها عملنا با كبيره ان شاء الله باش نمشيو لروسيا. نحن سعداء بالفوز اول مباراه بالتصفيات وحصد ثلاث نقاط امام منتخب جيد جلو لاعبيه ينشطون في اوروبا، وليس من السهل الفوز عليه، اذا نحن سعداء بهذه النتيجه. ومن المنافسات الرياضية الطريفة في أمريكا الشمالية سباق الركض لحمل الزوجات على الظهر. بطولة أمريكا الشمالية 17 لحمل الزوجات فاز بها الزوجان إليوت وجيانا، واستغرق السباق 59 ثانية. هذه الرياضة التي عرفت في فنلندا كانت تقتصر على الركض فقط، لكنها تطورت وأصبحت المسافات المقطوعة تحتوي الكثير من العوائق. وفي برلين الألمانية لا تخلو حياة اللاجئين السوريين هناك من بعض الجوانب المضيئة. كورال الأمل وفرقة موسيقانا المتكونان من لاجئين سوريين قدما حفلا فنيا يأتي ضمن سلسلة من الحفلات لإيصال صوتهم للعالم. التقرير التالي والمزيد. هكذا صدحت الحناجر السورية في سماء برلين شعرا وغناء، وعزفت أنامل السوريين اللاجئين في ألمانيا موسيقى الحياة. ورغم الدمار والجوع والحصار ورغم الألم، يتغنى السوريون بالأمل ويخبرون قصة مختلفة عن سوريا. هذا شيء كثير صعب ومؤلم ومحزن، انه عم نشوف بلدنا كل يوم كيف عم يتدمر وكيف عم يتخرب وكيف هالناس عم تموت في بلدنا، بس للاسف ما طلع بلقيت شيء. فاكثر شيء بنقدر نعمله انه نعطي للناس شويه امل، شويه شعور بالامل وبالراحه، او ولو من خلال موسيقتنا، من خلال ذكرياتنا بالموسيقى. هم مجموعه من الشباب ممن لجأوا الى المانيا وكونوا فرقه موسيقانا بمشاركه عدد من الالمان ممن تحمسوا لفنهم ولقضيتهم، ولانهم ادركوا ان الموسيقى لغه عالمية تختزل المسافات وتكسر الحواجز، فقد اتخذوا منها سبيلهم في إيصال صوتهم للعالم. لا، رغم الحرب اللي عندنا نحن والناس اللي عم تموت والذبحة اللي عم تصير والدم اللي عم تنزف كل يوم ببلدنا، نحن ننبسط أكثر، نفتخر إنه نحن عم نورجي حضارة بلدنا، عم نورجي شيء حلو عن بلدنا، نعطي فكرة حلوة عن شعب بلدنا. أعتقد أنه شيء عظيم حقا، فالرسالة كانت قوية وبها الكثير من الطاقة، كان هناك أيضا الكثير من الفرح، الأمر في الواقع كان مثيرا بالنسبة لي والعرض كان لطيفا، فالناس هنا كانت متحمسة جدا. يغنون رغبة في الاندماج اليوم وأملا في العودة غدا، يغنون ولسان حالهم يقول إن غدا لنعذره قريب. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قرار إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض يدخل حيز التنفيذ، المنظورون يتساءلون، والكنام تصرح بنقص في السيولة. لقاء حاسم اليوم بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، وزيادة في أجور القطاع العام والمفاوضات المعطلة في القطاع الخاص في صدارة الملفات. مع
انطلاق الاستشارة الوطنية حول الوظيفة العمومية، الإعلان عن الإبقاء على عطلة يوم السبت، والشروع في دراسة التمديد في عطلة الأمومة بشهر. شكراً على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.